معاك يا عم انور. اهلا استاذه عبير، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بنتي، ربنا يبارك فيكي، وانا ببقى سعيد واحنا بنتكلم في محصول من المحاصيل الكويسه. يعني انا وانا جايه قلت اكيد هلاقيك قاعد هنا علشان الدنيا لسه حر، وبعدين قابلت الارض اللي جايه عليها لقيت فيها قطه، مش اسمها قطه صح؟ دي القثاء. القثاء بالثين. بالثين، لا انا عارفه ان اسمها قطه. طيب هقول لك على اسم لها تاني، اسمها فقوس. فقوس؟ انت عارفه فقوس بتاع الشرقيه؟ اهو مسمينها فقوس على فقوس بتاع الشرقيه. كان في زمان مثل بيقول لا خيار ولا فقوس، هو ده الفقوس؟ هو ده الفقوس. الخيار حاجه والفقوس حاجه. بس انا ما كنتش عارف ان الفقوس اصلا زرعه. يعني كويس ان الواحد بيستفيد من الحاجه اللي بيشوفها. والحاجه اللي بنشوفها دي زي القته دي، ودي من العائله العائلة محترمة جدا اللي بتنتج الخيار وبتنتج الكسة وبتنتج البتاع القرعية، العائلة القرعية. نسبة المية فيها بتكون توصل ل80%. وبعدين احنا دلوقتي هنتكلم، منتظرين الحاج محمد هيجي نتكلم سوا في موضوع. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الحاج محمد، ازيك يا باشا؟ اتفضل اتفضل يا حاج محمد. مرحبا. ده هو جايب معاه، هو جاي كمان. امال ايه، ما هو جاي. ده اصلا القته دي بتاعه الحاج محمد. وهو جايبها دلوقتي الارض من عندك قته يا عم محمد. ده بقى لي سنه وشفت. تسلم، ربنا يخليك. يا مرحبا، منورين. الله يخليك. كانت عبير دلوقتي بتسالني بتقول لي ايه دي، قلت لها دي القثاء وبيسموها الايه؟ الفقوس. الفقوس جايه من ايه؟ من فقوس بتاع الشرقيه. الشرقيه. طب ليه هي اول بلد زرعتها؟ اول بلد زرعتها وانتشرت فيها كانت فقوس. ولذلك بقول لك لا جته ولا فقوس، لا خيار ولا فقوس. لا خيار ولا فقوس. انا القته كنت بشوفها زمان، يعني انا كنت بشوفها في بيت جدتي، موجوده في المخللات، موجوده في المش، يعني شفتها قبل كده. بس دلوقتي مش منتشره وما بشوفهاش في الاسواق كتير. مش منتشره يا عبير زي يعني. هي في الارياف موجوده على طول باستمرار، بس هي لها الموسم بتاعها اللي احنا فيه حاليا. طيب هي زي الخيار موجوده طول السنه ولا لها مواسم؟ لا هي لها مواسم. القته بالذات لها مواسم، اللي هي بتنزرع من بدايه نص ثلاثه وانتاجها كده لحد نص خمسه. بتديني انتاج امتى؟ بتديني انتاج بعد 40 يوم من الزراعه. يعني انا بزرع من نص ثلاثه بتديني انتاج على اول خمسه. على اول تمام؟ خمسه. بتفضل تديني انتاج قد ايه؟ يعني في حدود شهر ونص. ايوه، المثل بتاعها بيقول ايه يا عم محمد؟ من اللبه للبه 40 يوم. يعني ايه؟ من اللبه للبه 40 يوم. ما هو عم محمد بيقول هي بتنزرع باللب. يعني انا معلش انا هكسرها اهي. ايوه ده اللبه الموجود. بس ده اللب طري. لا لسه طري. ايوه لسه. ما هو ده بقى لما بنحب ناخد تجاو منه بنسيب شويه ما نجمعهمش طول السنه. لحد ما بيكبر تنشف، ولا مؤاخذه ينشف، وبناخد اللب بتاعه، يبقى ده التجاوب بتاع السنه اللي هي اللبه بتاعت السنه الجديده، اللي هي حبايه اللب الموجوده دي تبقى كبرت واستوت وبقت خدت النضج بتاعها. اللبه ده اهي لما بتنزرع في قلب الارض. لا في انا احيانا كنت بجيبها الاقيها كبيره كده واللب بتاعها بيطرقع. ما دي بقى اللبه اللي هي ما انجمعتش وفضلت، لما مؤاخذه بيقولوا عليها شاخت. طيب خلينا بس واحده واحده بقى، قول لي الاول فوائد القته عشان هو يقول لي بزرعها ازاي. اولا القته دي فيها نسبه ميه عاليه جدا. تمام. بتعمل ايه القته دي؟ المفاصل والجهاز العصبي بتحافظ عليه. بتحافظ على جهاز الايه، الجهاز الهضمي جوه جسم الانسان. تمام. بتحافظ على نسبه السكر الموجودة جوه جسم الإنسان. فيها فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين سي، كل دي فيتامينات، زائد الأملاح المعدنية وأي أنواع من أنواع الإيه اللي بتدي قوة ومناعة لجسم الإنسان. يعني هي بتزود جهاز المناعة في جسم الإنسان وبتمده بالفيتامينز اللي محتاجه. جميل. كمان بتقلل نسبة الإصابة بالإيه، بالسرطانات، وكمان بتحافظ على نسبة السكر موجودة في جسم الإنسان ثابتة. يعني إيه؟ لا بتقلله ولا بترفعه. ما احنا هنقول هي عشان نسبة المية اللي فيه بتبقى أشد طراوة وأشد جمال في إنها تخفض نسبة السكر. جهاز المناعة داخل جسم الإنسان بيتأثر بالقتة دي، القتة دي اللي احنا بنسموها الفقوس. وانت قلت مثلا، انت والعم الحاج محمد بتقول
لا خيار، لا فيها خيار ولا فقوس زي بعض. لان الخيار خيار والفقوس قته، خدت بال حضرتك؟ والناس بقى بتيجي بتعمل لها ايه، بتاخدها ترانشات لانها بتحافظ على بشره الايه. ترانشات ايه يا عم انور؟ انا باكلها كده زي الخيار. ما تاكليها زي الخيار وتاكليها ترانشات. انا بقول الترانشات دي بتتاخد عشان تتحط على البشره بتاعه الوش وبشره العينين وبتطر الجلد وبتحافظ على الخشونه بتاع الركبه، خشونه الجسم. طب قول لي بقى، هي ليه الناس ما بتقطعهاش على السلطه زي الخيار؟ لا بتتقطع على السلطه زي الخيار بجد؟ في ناس كتير بتقطعها. وانت قلت حاجه دلوقتي، بنحطها في المش ونطلعها بتبقى ايه طعمها السنه للسنه، طعمها جميل. وتبص تلاقي مثلا حته جبنه قديمه تخلي الغدوه عظيمه بالايه بالقته دي يعني. فطبعا القته دي زي ما انت طلبتي لها فوائد كتير جدا، احنا بنحافظ عليها. لكن الحاج محمد دلوقتي هتكلمنا بقى عن زراعه الايه. انت دلوقتي هتديني شويه تقوي وانا ماشي ان شاء الله. ان شاء الله عايزك تقول لي هينفع ازرعها دلوقتي ولا لازم استنى السنه الجايه؟ ان شاء الله السنه الجايه من شهر 3، من شهر 3 لحد نص 5 ممكن تزرعي. يعني من مارس لمايو؟ ايوه تزرعي. ازرع قد دي يعني؟ ديت مزروعه في شهر 5. تمام. اما في عروه قبل كده انزرعت في شهر 3 ده خلصت وانتهينا منها. اما طريق زراعه الجته بقى ان شاء الله بتبقى طريقتين اتنين لزراعه الجته، يا اما بالشتلات يا اما باللب والتيره في الارض. ده طريقتين لزراعه الجته. لا واحده واحده. اي معاك. الشتلات دي طبعا انت عشان عارف. طب ما انا ما نسكت اهو. أيوة. انا ساب الحاج عايز افهم. البذره انا فهمته اللي هو اللي احنا خدناه من اللب اللي هناخده من هنا لما يشيخ. أيوة. ودي تنشف ويطلع لي لب. أيوة. صح. أيوة. الشتلات دي بقى فهمها لي. بناخد نفس اللبه ونعملها في مشتل، وبعد ما تطلع كده في عمر معين بننقلها من المشتل الى الارض المستديمه. بس انا اعرف يا حاج محمد اتفضل، ان لو عبير عايزه تزرع في قلب البيت، انت عارفه كرتونه البيض دي؟ كرتون البيض ممكن تمليه بالتراب وتحفر له حفره بسيطه كده وتحط اللبه فيها او لبتين وتنددها بالميه تبدا تنبت وتعمل الشتلات. كرتونه البيض دي تقولها للستات الجميله اللي بتتفرج علينا وقاعده في بيوتها. لكن انا بحب الارض. انا بقول لك قول للستات اهو. انت قول لهم، قول لهم يا ستات مصر ممكن تزرعوا القته دي داخل البيوت. مش القته بس يا ستات مصر، في حاجات كتير ممكن تزرعوها داخل البيوت علشان يبقى فيه مساحه خضراء في البيت، ممكن في البلكونه، ممكن في الشباك، ممكن يا سلام. في المطبخ، ممكن على السطوح. بتنعمل. نرجع زي زمان نزرع حاجات مثمره. زمان كان بيتزرع الطرق كلها بتبقى توت وجميز وحاجات بتدي ثمار. دلوقتي احنا ليه ما تزرعيش خضره المحشي؟ ليه ما تزرعيش الخاص؟ ليه ما تزرعيش القته؟ ليه ما تزرعيش الحاجات اللي ممكن تديني انتاجيه في مساحه صغيره وتديني انتاجيه كبيره؟ ليه ما ازرعهاش؟ هتدي شكل جمالي وهتديني انتاج في البيت، وان انا ابقى عاملاها كده زرعاها بايدي وبتكبر قدامي دي حاجه حلوه قوي. وعشان انت قلتي انا بهتم بالارض، جدي زمان قال الكلمتين بتوعك دول وبعتهم عليكي دلوقتي. قال لما تمشي في الارض تلاقي الارض مطلعه نبت جميل ومحاصيل جميلة، فيها روعة وفيها جمال وفيها صحة للإنسان. خلي بالك يا واد يا أنور من أرضك، لأن أنت لو خليت بالك من أرضك هتحافظ على كل صغيرة وكبيرة في قلب الأرض دي، تقوم تديك المحصول اللي أنت عايزه. وبرضه الحاج محمد انت عايز تزرع في ارضك وعايز نزرع في كرتونه بيض. حاج محمد واحده واحده عليا بقى ازرع القته ازاي؟ طبعا احنا طبعا بالاول بنتخلص من الحشائش بتاعت الزرعه اللي قبل زراعه الجت. تمام. يعني عشان الارض تبقى نظيفه. تمام. وبنحرط الارض حرتتين اتنين، طوالي وعراضي. بعد عشان الارض تفك. وبعد كده بنقصب الارض تقسيبه كويس عشان ما يبقاش فيها علاوه وطاوي. وبعد كده بنخطط الارض تخطيط عريض. سالتيش انت سؤال بقى، علاوي ايه وطاوي ايه هتعمل ايه في النبات؟ يعني لا لا لما يعني تشوف يعني فايدتها ايه؟ يعني الارض بالليزر بيخلي الارض مستوى واحد ونسبه الميه بتمشي مستوى واحد. مفيش حته تبقى ناشفه وحته تبقى فيها مبلوله وفيها وقف ميه، لان لو الحته لو البذره اتزرعت في العالي هتضربها الشمس تنشف، ولو انزلعت في البركه هتضربها الميه مش هتطلع. دي مهمه جدا.
يبقى احنا صلحنا الارض بالليزر عشان هي بالتصليح صح، والارض كلها في مستوى واحد، بنبدا نخطط الارض تخطيط عريض. وبنروي لو هنزرع بالبذره بنروي ريه كدابه قبل الزراعه خالص، وبعد كده بالبذره بنحط اربع لبات في الجوره على التره. بنفحر كده لما نجيب الارض الطريه ونحط الاربع لبات ونغطي عليها الطري الاول وبعد كده الناشف ونتك عليه. تمام. ونسيب البذره لحد ما تطلع. ما بنرويش؟ لا لسه. خد بقى ما هي يعني فيها، هي فيها التيره بتاعها. من جوه ما فيها ميه، فيها ميه شاربه ميه. انا بحفر واحط اربع بذرات. أيوة. اربع لبات. اربع لبات. واحط عليها الطري وبعدين وبعد الناشف. وبعد كده الناشف واتك عليها عشان ما تنافسش. عشان الجوره ما تنافسش. تمام. لان الجوره لو نفست ممكن تنشف التيره قبل ما تطلع. تمام. خدت بال سعادتك؟ يبقى طلعت اللبة على المية الكدابة اللي هي قبل الزراعة. ماشي. بعد ما بتطلع كده واطمئن ان الارض كلها طلعت وبقت تمام، لو الاربع لبات كلك طلعوا في الجورة انا اشيل اتنين واسيب اتنين. خف يعني خف. اخفه. لان لو الاربع لبات فضلوا باربع شجرات هيهيفوا على بعض وهتبقى. ماشي. يبقى انا بخفها تبدأ الارض لسه هتبدأ تنشف، بحدد قلبية الخط. هتبقى لساعات نزلت الحشايش. بعد ما بتنشف قلبية الخط بفكها تاني بالطراد، المكنة اللي بتفتح الخط. تمام. بتفتح الخط على الناحيتين. وابدأ افتح رؤوس الخطوط من عند الجناية، من عند كل جناية، من عند كل فردة. جناية المسقة المسق يعني. عشان الماء لما تيجي عند الخط تنزل لوحدها. تمام. ونجي الحشائش من على ظهر المصطبة، في عفاشة دلوقتي. يعني العقل البشري بتاع المصريين ما سابش حاجه. كنا زمان بننجي العفش بالانفار وكده، دلوقتي بنجرب عفاشه. عفاشه عباره عن حديد، مكنه حديد على مسافات معينه الراجل اللي هو بتاع اللحام بيعمله، اللي هو ورش اللحام، وبركب لمؤاخذه العفاشه دي على فيلا مؤاخذه الحمار او البغل عندي او لاخره او اي بهيم، وبمشي على ظهر الخط بتنجي العفش. طيب بتنقي العفش ما بتجيش جنب ال؟ لا انا ببعد، ببقى في مسافه. تمام. يبقى لو في عود عفش بين بين اللبه وبعضها او بين الشجره بقى وبعضها اللي طلعت، ده بتتنجى بالايد اليدويه عشان ما تاثرش بها اي اله، ويبقى كده حافظنا على الشجر. هي شجيره يعني، هي حاجه ممتازه. انا بسيب لها مسافه لان العفاشه مجازا بيقول عليها شجره. العفاشه اللي هي الحديد دي لو جد هتشيله. هتشيله. ما انا بتكلم. يبقى انا لازم انا تخطيط عريض ولسه النبات ما ملاش المصطبه، فانا بمشي بالعفاشه اللي هي الحديد دي على ظهر المصطبه، واسيب مسافه محدده بعيد عن العفاشه والايه والزرع اللي طالع. لو في عود بقى بين الزرع وبعضه ده بننجيه يدوي بالايد كده. يبقى لو نفر هيلف الفدان يبقى انا خفيت التكلفه. خدت بال سعادتك؟ وبعد الارض ما بتنشف تمام التمام، يبقى انا فتحت الخط ونجيت عفشها وخليتها اللي هي خفتها بمعنى صح، وفتحت الجني وتمام التمام، بننزل الميه وبحساب. بننزل الميه عليها، بنزرعها وبحساب، وبتتابع عمليات النمو طبعا. طيب القتة لها معاملات زي باقي النبات يعني؟ بسمد، برش طبعا، بيجي لها افات عليها طبعا. طبعا. طيب. ايه هو طبعا التسميد مع بدايه الرية الاولى، مع بداية الرية الأولى. بحط إيه بقى؟ بنحط طبعًا اللي هو السماد اللي هو النطرات، لأن هي زرع ضعيف. مش عايز أحط لها لوريا أو أحط لها البوتاس. خدت بال ساعتك؟ أو السوبر فوسفات من الحاجات طبيعي. اللي هي الخفيفة. سوبر فوسفات غير مهم. غير الأزوت. السوبر فوسفات ده بنحطوه قبل الزراعة كمان. أيوه على الأرض قبل الزراعة عشان على الأرض يا ناشف. خدت بال ساعتك؟ بعد كده أنا بحط ال 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 الأسمدة اللي هي الأزوتية فيها ضعيفة شوية، يعني مش 46.5 زي اللوريا، لا بحط النطرات 33.5 فما بتأخف شوية، وبعدين ما بتتفاعلش بسرعة، بتيجي مع كام رية. يبقى أنا بحط، لأن ده خضار عايز الحاجة تكون هادية وبطيئة، بنحط بمعدل مثلا شكارتين للفدان في أول زرع أول زجية، وبنبدأ نتابع الزرع شغال والنمو الخضر تمام. في ناس بتبدا بعد كده تتعامل ب اللي هي المغذيات اللي هي الجلاكل، التسميد. التسميد الورقي. الورقي. خدت بالك؟ لما نتكلم عن التسميد الورقي قول لي يا عم انور، في افات ممكن تصيب الاكل؟ طبعا بدون شك، كل الافات اللي بتصيب المحاصيل الخضراء او النباتات الخضراء دي
وفي افات زي دوده ورق القطن وزيه وزيه وزي كل ده بيصيب المجموعه القرعيه دي، انواع القرعيات الموجوده سواء كان قتا او خيار او كوسه او اي حاجه من دي. فطبعا الفلاح طبيب ارضه، كل ما يمر على ارضه زي الحاج محمد كده بيشوف اي مظاهر اصابه، اخرام في الورقه، حاجه من دي، فبيبدا يتعامل معاها بالمبيدات او باحد المبيدات الموصى بها من قبل وزاره الزراعه. واحنا مرتبطين جدا بالحاجات المهمه اللي من قبل وزاره الزراعه. لكن يا عبير، هو بص، هو بشكل عام مش في القتة بس، في اي محصول لازم الفلاح يلجا لوزاره الزراعه او للمرشد الزراعي، بدون شك. مفيش كلام، مفيش كلام، علشان ما يرجعش بعد كده البذور يجيبها من الوزاره، سليم. الاسمده يجيبها من الوزاره، سليم. كل حاجه يلجا لوزاره الزراعه بحيث ان ما يحصلش بعد كده مشكله ويجي والمعلومه ياخدها من فات قديم وتاه، من فات قديم والمعلومه تاخدها من فات قديم. هو شوف سعادتك، الفلاح المصري اصبح فلاح وطول عمره طبعا ناصح وكويس. الفلاح المصري النهارده بدا يستخدم الاساليب الحديثه للزراعه، تكنولوجيا. عارفه ان هو بيستخدم الاساليب الحديثه وعنده وعي، وعنده ارتباط، عنده ارتباط بالجمعيات الزراعيه من زمان، وهو الفلاح المصري من ايام الفراعنه، وهو عنده ذكاء فطري وبيعرف ازاي يتعامل مع ارضه وبيكلمها. انا بحس ان في لغه مشتركه بين الفلاح وارضه. بس انا بتكلم ان في بعض الاخوه المزارعين، لو حصل اي مشكله عندك هي مش بتصيب ارضك لوحدك، بتصيب ارضك كلها، الدنيا كلها. ده اقتصاد قومي. الارض مش ملكك يا عم الحاج، هي ملكك كحيازه، ولكن هي اقتصاد قومي، امن قومي للبلد. يا عم الحاج محمد، طبعا احنا صوابعك مش زي بعضها، في فلاح نشيط ومجاهد ومكافح زي الحاج محمد كده. ازيك يا عم احمد؟ كل ما اجي الاقيك قاعد هنا. اصل احب اجي اشرب الشاي هنا، بس الشاي لسه ام محمد ما جابتهوش، وهتجيبه وتجيب الغدا دلوقتي ونتغدى حته جبنه قديمه. بس انا عايز دلوقتي تاخدي من الحاج محمد كميه الانتاج قد ايه، وبتتجمع كم مره، والحاجات دي كلها سريعا. طب بس لا، مش سريعا، سريعا ليه؟ طيب ماشي. انا عايز اعرف الفدان بيديني انتاجيه قد ايه؟ من 3 ل 4 طن. من 3 ل 4 طن بيتجمعوا على مره واحده؟ لا، ده مراحل مراحل. بقعد ببدا اجمع، انت قلت لي بعد 40 يوم. يعني بيبدا النواره تبقى صوفه بعد 40 يوم. تمام. يبقى بعد اسبوع مباشره ما تبقى صوفه، عشان القتة لو الحجم بتاعها كبر الفلاح مش هياخدها، الاكيل مش هياخدها في السوق. فانا ببدا اخدها كده بعد اسبوع ما تبقى صوفه كده، اسبوع مباشره تبقى بالحجم اللي فيه حضرتك ده. ابدا اجمع كل نبات. انا كل ما بجمع بتديني ثمار تاني ولا النواره اللي هي لسه ما بقاش صوفه تبقى صوفه؟ اتابعها لحد ما تشتغل وتبقى بالحجم بتاع ساعتك ده، اجمع تاني. يعني ممكن انا في الارض دي بجمع كل يوم. هي فيها كم زهره في قلب النبات؟ ما بتساويش كلها مره واحده. او قلب الشجيره اللي انت قلت عليها فيها كم زهره؟ كل زهره دول بتطلع ايه؟ التايه. والقتايه بقى ربنا يكفينا شر البلاء. طالما مستني ام محمد تجيب لك الغدا يبقى انت مستعجل. ما احنا عشان نتغدى طبعا بقى. انا مضطر اقوم، بس انا هاخد القته معايا اللي الحاج محمد جابها، لكن هو مستعجل ومستني الغدا. انا مش هسيب له قته. هتقوم معايا يا حاج محمد ولا هتقعد مع عمو؟ لا احنا طبعا ما اقدرش اسيب ضيف وهو ماشي. يا سلام يا سلام يا حاج محمد، الفلاحين. يا اصيل يا ابن الاصول انت. احنا يا حاج محمد والله بنشكرك جدا جدا، لان دايما بتوفر لنا الحاجات الجميله. المره الجايه معانا ايه؟ معانا حلقه جميله جدا هنقول لك عليها الحلقه اللي جايه. وجد قال ايه؟ مفيش فايده فيه. المهم ان احنا بنقول لكل فلاح مصري اجتهد، لان البلد محتاجاك. انت ليك دور، انت زي اللي ماسك في الميدان اللي بحارب الارهاب، انت سلاحك تنتج وهو هناك بيحارب الارهاب. يا سلام عليك. فانت اشتغل وتابع ارضك، لان ارضك كملك حيازه، ولكن هي مرتبطه بالاقتصاد القومي بتاع البلد. يا سلام. اشتغل وانتج، كل ما بتنزل ارضك بتفرح بيك. ما تنامش في الغيط وتسيب ارضك بايظه. والنصيحه الثانيه لكل فلاح مصر، خليك مرتبط بالجمعيه الزراعيه وبالمرشد الزراعي بتاعك. يا سلام. خد تجاويك، خد اسمدتك زي ما حضرتك قلتي، خد المبيدات بتاعتك من قبل الارشاد الزراعي والجمعيه الزراعيه. الله يفتح عليك، هتاخد اعلى انتاجيه وان شاء الله ربنا يكرمك يا حاج محمد. طول عمر الفلاح المصري في علاقه بينه وبين ارضه، وفي لغه مشتركه، وكان بيصحى من الفجر ينزل يقعد في ارضه.
العشه اللي انتوا شايفينها اللي احنا قاعدين فيها دي، دي القعده بتاعته. لما الدنيا بتبقى حر بيجي يقعد هنا، بيعمل شاي، بيعمل حاجه بيشربها. استنى ام محمد تتغدى؟ لا مش هستنى ام محمد، انا طيب ماشي. بيقعد مع ارضه، ما بيمشيش منها غير على المغرب، يروح يتعشى هو والولاد وينام. اي فلاح كان كده. دلوقتي الفلاح اتمدن شويه، مع ان دي ارضك، دي اكل عيشك، ده مشروعك زي اي مشروع. الدكتور بخرج من الصبح يروح المستشفى والعياده وبقعد طول اليوم بره، المهندس بيطلع يروح الموقع وبقعد طول اليوم بره، الطالب بيطلع لتعليمه وبيقعد طول اليوم بره. انت رجعت بيتك وسبت ارضك ليه؟ انا بستغرب جدا للمزارع اللي يجي يبص على ارضه الصبح ويجري على البيت، اصل الدنيا حار. ما طول عمر الدنيا حار، صوابعك مش زي بعضها. خلاص انا ماشيه وسايبه. ماشي سايبه. ماشي. استنونا الحلقه الجايه وبرنامجكم من فات قديم متاح.